اسم مشهور ولو ذكرى خاصة في حياتك اتكلمت عنه كتير انت في بعض ذكرياتك في مسلسلتك في قصة حياتك. اسم خليل العصرة. لا ده خليل العصرة ده له حادثة غريبة جدا. كنت حبيت اتجوز ونفسي اتجوز واستقر، وابتديت كاسماعيل ياسين، والكلام ده كان سنة تقريبا 38 ب 39، وكنت بشتغل وقتها عند السيدة بيبة عز الدين. وبعدين شفت البنت دي حبيتها، بنت اسمها سعاد، حبيتها جدا 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 جدا. وبعدين كلمتها علشان الجواز ومش الجواز والحاجات دي. البنت رحبت جدا، قالت لي روح لخليل العصرة في اسم الموسكي، هو ظابط هناك، روح قل له على انك عاوز تتجوزني، وهو هيرحب جدا. رحت، قال والله طب نسأل عليك ونشوفك بتاع. اتضح لي اخيرا ان هما الاتنين كانوا مخطوبين لبعض، وهي حبت توريه له على انها واحد جالها يتجوزها، بس عن طريقه هو رفض ومعرفش حاجة عن الحكاية. يعني بعتتك لعريسها؟ بعتتني لعريسها علشان تطمنه على انها مطلوبة للجواز، بس يعني خلي بالك اهو انا ولا حد ينفع الا انا، شكلي صحيح ملوش دواء لكن اختصاصي في الهوى. ماما فاتت لي بالبلد، أطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد، ما فاضلش منهم إلا أنا. والعزبة دي بشبرا اليمن، وحبيعها بكرة مقدما، وحشتري بها مؤقتا، دبلة خطوبة حبنا. بس ارحمي، بس اقبلي، بس ارحمي، بس اقبلي، ما تضيعيش مستقبلي، ما تضيعيش مستقبلي.